طب ايه هي المشروعات اللي بتتم في محافظة مطروح وايه اثرها على المواطن المطروحي؟ خلينا نروح سريعا اللي هو خالد شعيب محافظ مطروح نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير مع المحافظ. صباح الخير استاذ مصطفى، وصباح الخير استاذ هادير، وصباح الخير عليكم على كل المصريين وكل المشاهدين لبرنامج صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك يا فندم منورنا. وفي البداية خليني اسال، الخطة بدأت ازاي؟ هل مبادرة حياة كريمة، هل وزارة الصحة، تدخلكم انتوا كمحافظه من اجل تطوير هذه المحافظات؟ انا شايف ميزانيه كبيره 536 مليون جنيه. عملنا ايه؟ ده بالفعل، ده طبعا يعني سيادتك اشرت اليه، ده تم خلال الثلاث سنوات الماضيه. وده طبعا يعني اهتمام القياده السياسيه والحكومه المصريه بالصحراء الغربيه ومطروح عموما. فكان من اولى اولويات اهتمام القياده هو المجال الصحي والرعايه الطبيه للمواطنين في مطروح. ويمكن زي ما سيادتك اشرت كده في التقرير بتاع سيادتك، فعلا يعني خلال الاهتمام خلال الثلاث سنين اللي فاتت دول تم احلال وتجديد 11 منشاه طبيه، منهم انشاء جديد مستشفى مركزيه سلوم ومستشفى براني. وطبعا دي مستشفيات معموله على احدث طراز واحدث اجهزه من الفرش الطبي والفرش الاداري، ودي طبعا هتدعم كل الاتجاه الغربي عندنا في مطروح، مدن نجيله، براني، السلوم، بالاضافه انها تكون يعني تتلقى الخدمه الطبيه لاهالينا واشقائنا في ليبيا المغرب العربي. طبعا ضم مستشفيتين منهم اللي هي السلوم وبراني، دي انضمت للمراكز الطبيه المتخصصه. وطبعا مستشفى النجيله كلنا عارفينها، يمكن دي اول مستشفى قامت بتقديم رعاية والخدمة الطبية لأثناء جائحة كورونا. أيوه. وكانت مستشفى على مستوى يعني مصر كلها، كل بيجي كان بتقع هناك فيها، كانت البداية فيها. حصل. ده بالإضافة إن إحنا يعني تم تطوير 8 وحدات صحية، يمكن منهم وحدة النجيلة البحرية في رأس الحكمة، وحدة فوكة في الضبعة، وحدة أم الرخب وسيد حنيش في مرسى مطروح، وحدة الزويدة في براني والظافر، وحدة قرية سيدنا هود في مدينة الحمام. ده بالإضافة لاستحداث 2 وحدة صحية جديدة في المغرة وأبو ميلاد، يمكن المحدتين دول كانت تكلفتهم لوحدهم بتحوالي 22 مليون جنيه. إحنا فعلا طبعا كل هذا تم زي ما سيادتك أشرت بالتعاون مع وزارة الصحة ومع الجهود الذاتية أو الموارد الذاتية من المحافظة، ومع منظمات المجتمع المدني كمان كانت بتشتغل معانا أحيانا في المستشفيات. طبعا وزارة الصحة مشكورة الفترة الأخيرة ديت، يعني قامت بضخ معدات وأجهزة طبية حديثة بكل مستشفياتنا، بدأ من العالمين حتى السلوم غربا وسيوة جنوبا. ده بالإضافة للقوافل الطبية المجانية اللي بتنطلق في كل مراكز المدن ومدن المحافظة الثمانية. وده كل ده بيتم من خلال دعم وتمويل، اعتقد سياده اللواء انه وزاره الصحه انه القوافل الطبيه دي خلت عندنا المعلومه الاحتياج موجود فين، علشان نقدر ننشئ مستشفيات جديده، الضعف موجود فين، فنقدر نجدد ونطور المستشفيات القديمه، وعليه كانت اسباب اختيار الاماكن اللي تم فيها الاحلال والتجديد واللي تم فيها الانشاء من جديد. ده حقيقي. واخيرا في توجيهات من القياده السياسيه بانشاء مستشفى عام جديد لمطروح، وفعلا تم اختيار الارض وجاري تخصيص الارض لهذا الغرض. الخطه، الشكل العام لهذه المستشفى، الاقسام اللي المفروض تتوفر فيها، هل تم وضع خطه لهذه المستشفى؟ طبعا جت وزاره الصحه بكل اجهزتها وجم وعينوا المكان وشافوا عشان تتعمل مستشفى مطروح العام الجديد على طبقا للقود الطبي، علشان ان شاء الله احنا مطروح داخله المرحله الجايه دي على طول ان شاء الله في التامين الصحي الشامل. برضه الشيء بالشيء يذكر، يعني احنا طبعا احنا عندنا مستشفى اورام متخصصه هنا، فان شاء الله برضه من ضمن ان احنا مطروح خصصت قطعه ارض وبلغنا وزاره الصحه لانشاء مستشفى للاورام وامراض السرطان. بالاضافه ان احنا برضه بنجهز وخاصه عندنا مركز قلب، بس طبعا بسيط صغير، يعني احنا دلوقتي بقى عندنا مركز قلب كبير والقسطره، وبرضه فعلا المحافظه خصصت قطعه ارض. أيوة. وان شاء الله جاي التخصيص بتاعها. فالحمد لله يعني الرعايه الطبيه في محافظه مطروح
احنا بنهتم بيها جدا، بالاضافه ان احنا يعني مفيش حد من ابناء مطروح يطلب اي خدمه طبيه الا ويجدها على طول الحمد لله. طيب خطه التطوير، خطه تطوير القطاع الصحي اللي حضرتك ذكرتها دي، هل هي مشتمله على قرى حياه كريمه فقط ولا ممتده لكافه انحاء المحافظه؟ قرى حياه كريمه بيبقى فيها الوحدات الصحيه. واحنا بفضل الله ان شاء الله داخلين المرحله اللي جايه ديت في قرى حياه كريمه، عندنا 23 قريه جديده داخله وسبع مناطق يعني بيجمالي 30. يعني دي ميزانيه يا فندم ودي ميزانيه ثانيه. طبعا حياه كريمه دي احنا داخلين ان شاء الله المرحله ديت من خلال وزاره التنميه المحليه الوحده المركزيه لحياه كريمه. يعني زياده الخير خيرين زي ما بيقولوا. انت عارف ان مطروح طبعا شاسعه المساحه والمسافات بينها وبين القرى وبعضها. طبعا. فطبعا بتحتاج وحدات صحيه في القرى وفي الاماكن اللي هي بعيده في الصحراء، التوابع في الصحراء، فعشان كده بنعمل وحدات صحيه عشان يبقى اقرب ما يكون للمواطن. فكل قريه من القرى ان شاء الله داخل حياه كريمه، 23 قريه وسبع مناطق مخطط فيهم انشاء وحدات صحيه باذن الله تعالى، يعني تبقى في رعايه صحيه كامله وهنخش التامين الصحي الشعبي باذن الله تعالى. صحيح. طيب سياده اللواء، هل في مستشفيات ما هيتم تخصيصها او تخصيص جزء فيها لاستقبال اهالينا من الدول الشقيقه؟ هل هيكون في تجهيزات خاصه بده؟ ده حقيقي، وتم انشاء مستشفى برلاني ومستشفى السلول المركزي على الحدود. يمكن مستشفى السلول دي بيكلف حوالي 200 مليون جنيه. مستشفى البراني بيكلف حوالي 160 مليون جنيه. طبعا دي مفروشه باحدث الفرش الطبي حقيقه، وتم ضمهم للمراكز الطبيه المتخصصه عشان نضمن وجود يعني اطباء متخصصين اكفاء وتمريض جيد، ودي طبعا هتساعد كل اهالينا في ليبيا وشمال افريقيا، ان كان بيجوا بيعدوا مثلا يخشوا على مطروح ويعدوا عشان يروحوا اسكندريه او يروحوا القاهره او الى اخره، هنا تبقى بالنسبه لهم تبقى خدمه اقرب ليهم واماكنهم يعني. عظيم. طبعا انا بنتهز الفرصه دي من خلال حضراتكم، وان شاء الله احنا العيد القومي لمحافظه مطروح يوم الخميس القادم. كل سنه وحضراتكم بخير. فمن خلالكم كده بقول كل سنه وانتم طيبين لكل اهالينا في مصر وفي مطروح بمناسبه العيد القومي لمحافظه مطروح، وده بيناسب انتصار ابناء مطروح في معركه وادي ماجد في 15 ديسمبر عام 1915 على الاحتلال الانجليزي في ذلك الوقت. فاحنا كل اهالينا كل سنه وهم طيبين جميعا، واهل مطروح دايما يعني الوطنيين ويحبوا بلادهم ووطنهم وجيشهم، وهم حراس البوابه الغربيه لمصر فعلا. بكل تاكيد احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويعني بنحيي كل اهالينا في محافظه مطروح، وكل سنه وحضراتكم بخير، وكل سنه وحضرتك بخير سياده اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شكرا جزيلا على وجودك معنا.